إذن لمتابعة آخر تطورات الأحداث مشاهدينا، مع استمرار الاحتلال ارتكابه الجرائم والمجازر ضد المدنيين في ظل مقترحات جديدة من الاحتلال، وذلك في إطار مفاوضات لإنهاء الأزمة، نرحب بضيفنا بدءا من سكايب عبر سكايب من جنين، عضو اللجنة المركزية لجبهة التحرير العربية عبد الله قبها. مرحبا بكم أستاذ عبد الله، وكذلك حياكم الله. وعبر سكايب أيضا من إسطنبول نرحب بالباحثة في القانون الدولي أنوار غيث، مرحبا بك. إذن أبدأ منك أستاذ عبد الله، بعد مرور 185 يوما حتى الآن على هذا العدوان الغادر ضد المدنيين في غزة، يستمر الاحتلال كما تعلمون في استمرار هذه المجازر والجرائم الفظيعة ضد المدنيين، وما أثر إذن كل هذه الجرائم على الحاضنة الشعبية للمقاومة الفلسطينية، ولا سيما بعد محاولة زعزعة الجبهة الداخلية ببعض العمليات المخابراتية؟ نعم، قلناها ونقولها دوما بأن هدف الاحتلال الأساسي والرسمي هو كما يقول وكما يدعي انه إرجاع الأسرى أو المختطفين لدى حماس، ليس لدى. وفي الواقع والحقيقة دمر غزة بكل مؤسساتها ومبانيها وأرضها وأحرق الأخضر واليابس كما نقول دائما، وراهن على أن تلفظ الحاضنة الشعبية حماس وحركة والمقاومة، ولكن حقيقة التفاف الجماهير الأسطوري نحو اتجاه مقاومتهم أدى إلى هذا الصمود الأسطوري أيضا، ألا وهو 185 يوم من الحرب، من العدوان الشامل والوحشي، إلا أن الحاضنة الشعبية ما زالت متمسكة بمقاومتها وإلى ما شاء الله. نعم، من هنا سيد أنوار غيث الباحثة في القانون الدولي، في المقابل كتائب القسام بثت أيضا مقطعا مصورا لتفجير آليات الاحتلال، وكذلك سرايا القدس بثت مقاطع مختلفة مصورة لقصف مستوطنات للاحتلال بالصواريخ مع دخول الشهر السابع لبدء العدوان على غزة. هذه المقاطع التي تحاول أن توثقها وتثبتها المقاومة، هل استطاع برأيك الاحتلال تحقيق بعض من أهدافه حتى الآن؟ بطبيعة الحال، شكرا لك على هذا السؤال. بطبيعة الحال هذا ينعكس على طبيعة المفاوضات بشكل عام. منذ أكثر من 7 أشهر إلى اليوم يستمر الكيان الصهيوني بارتكاب جرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية، جريمة الإبادة الجماعية بشكل وحشي، بانتهاك جميع قواعد القانون الدولي واتفاقيات جنيف الأربعة، وبصدور قرار من محكمة العدل الدولية ومن مجلس الأمن. إلى اليوم نحن نجب أن نركز أكثر على هذه الانتهاكات. بالرغم اللي يكون فيه هناك رد فعل، هناك ردة فعل، يعني يقوم هناك بارتكاب جرائم، هناك أيضا دفاع عن النفس، ولا يمكن التحجج بعملية الدفاع عن النفس في القانون الدولي تحت هذا الغطاء بانتهاك القوانين الدولية والمواثيق التي تم اعتمادها من الدول جمعاء. بطبيعة الحال هناك انتصارات للمقاومة أيضا، الجيش الإسرائيلي بذاته صرح عن قتل أكثر من 600 جندي إسرائيلي، وطبعا هذه أرقام صدرت من الجانب الإسرائيلي ولا نعلم مدى مصداقيتها، لأن بطبيعة الحال لا يكون هذه الأرقام لا تكون دقيقة عند التصريح عنها من جانب في فعل كهذا الفعل. من الأمور الأساسية التي تم اشتراطها في المفاوضات والتي تم المطالبة بها هي العمل على وقف إطلاق النار، ولا يمكن أن نكون نتحدث عن وقف إطلاق نار من جانب واحد فقط إذا كان الجانب الآخر لا يريد الالتزام بها. فأعتقد أن السؤال هو أيضا بالنسبة للجانب الإسرائيلي الذي هو يرتكب الجرائم الأكبر الأمر، ولكن أيضا المقاومة ترد بشكل على هذه الجرائم، لا يمكن أن تكون متفرجة وهي مقاومة مسلحة. على صعيد القانون الدولي هناك اعتراف لهذه المقاومات التي تدافع بوجه هذه الهجمات الشنيعة. إذن أستاذ عبد الله في السياق نفسه، كيف تقرأ
هذه العمليات التي توثقها يعني كتائب القسام وكذلك سرايا القدس، على الرغم من استمرار هذا العدوان الوحشي في شهره السابع، كيف تقرأ استمرار عمليات المقاومة حتى الآن؟ نعم، نقرأ جميعا هذه المشاهد بأن المقاومة ما زالت بخير، وأن المقاومة ومن يراهن على إنهاء المقاومة هو واهم، والمقاومة مستمرة وحاضنتها الشعبية تحتضنها بكل شرف وبكل معاني الرجولة والوطنية، وما زالت عملياتها مستمرة، ونحن نرى يوميا تقريبا تواريخ المقاومة، توصل أجدود وتوصل عسقلان في المرحلة هاي في هذه الظروف، يعني خلال الأسبوع هذا دليل قاطع على أن المقاومة وما زالت مستمرة. وما خروج قوات الاحتلال من منطقة من خان يونس إلا تحت ضربات المقاومة، وآخر محرر هي بالنتيجة انسحابات تكتيكية، والنتيجة لقوات الاحتلال انسحابات تكتيكية، ولا يمكن أن يكون هناك حديث إلا بانسحاب كامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة، على حسب ما نرى من المفاوضات التي تجري في القاهرة الآن، أنهم يريدون انسحابات تكتيكية من هنا أو هناك، وأنه يرجعوا نازحي شمال غزة تحت حراب الاحتلال على بعد 500 متر، انسحبوا إلى من شارع صلاح الدين وشارع الرشيد، أي أن وسمحوا بأن يكون تحت 18 عام النازحين إلى الشمال، وهم يحددون هوياتهم وهم يحددون عددهم، وبنفس الوقت ليس يعني يرجعوا إلى بيوتهم وأماكنهم، إنما إلى بيوت إيواء، وما لا داعي لهذه المفاوضات التي لا تستجيب لانسحاب كامل من ووقف العدوان من على قطاع غزة. طيب سيد أنوار، أيضا يعني بخصوص هذه الانسحابات، هناك فلسطينيون في مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة عبروا عن صدمتهم إزاء مشاهد الدمار التي خلفها الاحتلال بقواته، وذلك بعد مغادرة هذه القوات صباح الأحد من مدينة خان يونس. ما وجهة نظر القانون الدولي إزاء هذه المشاهد؟ نعم، شكرا لك. بطبيعة الحال ما هذه المخلفات والدمار الذي تركه جيش الاحتلال إلا أدلة يمكن العمل عليها، وسيتم استخدامها في عمليات البحث والتدقيق، لأنه بطبيعة الحال هذه المحاكمات إن استمرت وستستمر ستأخذ مجرى متابعة الأحداث ومتابعة الادعاءات لهذه الجرائم، وسيكون هناك فرق عمل ترسل من قبل المحكمة للتأكد من آثار هذه الجريمة، وهذه المخلفات والدمار الهائل الذي ترك ليس إلا يعني بند ممكن استخدامه لحتى نقدر نثبت الجرائم الشنيعة والانتهاكات الواضحة التي ارتكبت بحق الفلسطينيين، ولهذه جريمة الإبادة الجماعية، فمن خلال هذا القصف والدمار الهائل سواء للمستشفيات أو للمباني السكنية التي هي تحوي المدنيين وتحوي المرضى، فهذه بطبيعة الحال تؤكد الانتهاكات والجرائم التي تخالف القانون الدولي ويمكن أن تتم استخدامها كأدلة فاعلة. أيضا أستاذ عبد الله، يعني قوات الاحتلال سوغت أو بررت انسحاب الفرقة 98 من مدينة خان يونس، سوغت ذلك بأنها تستعد لعملية عسكرية في رفح. كيف ترى هذا التسويق أو التبرير في ظل الخسائر اليومية طبعا المعلنة ضد قوات الاحتلال؟ لا، هو الحقيقة نتنياهو قالها علنا وباستمرار، يقول هدفنا القادم هو رفح، وهو إنهاء حماس في رفح، وهو يبحث عن انتصار حقيقي له وهو القضاء على حماس. نحن نعلم وكما يعلم الجميع أيضا بأننا نعيش في عالم منافس، يعني الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن أن تكون ولا بأي شكل من الأشكال أن تكون وسيط، إنما هي داعمة للاحتلال، ولكن هم يحاولوا أن يجملوا الاحتلال، بمعنى أنهم يريدون إنهاء المقاومة في غزة
بالكامل الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني، ولكن حاليا هدفهم الأول هو إعادة المختطفين كما يقولون أسراهم لدى المقاومة، وبعدها وكل الشروط التي يقولون عنها الآن في المفاوضات القاهرة هي فقط مجرد أن يقولوا للعالم أننا نحن نتقدم في المفاوضات وأعطينا ما لدينا، ولكن الحقيقة والواقع أنهم بدون وقف العدوان بالكامل وبدون الانسحاب من قطاع غزة بالكامل لا يمكن أن يكون هناك لا سلام ولا هدوء مستدام. يعني حاليا ينادوا يقولون بأننا نريد هدوء مستدام. ماذا يعني كلمة هدوء مستدام؟ كلمة هلامية لا تعني شيئا. الذي يعني المقاومة الآن فقط هو إنهاء الاحتلال وخروج الاحتلال بالكامل من قطاع غزة ووقف العدوان، وبنفس الوقت إنهاء بالكامل أن يخرجوا من قطاع غزة. أما غير ذلك يعني هي يعني محطات تجميلية، يعني المفاوضات هي مجرد أن يقول نتنياهو من أجل الضغط الداخلي عنده ومن أجل أنه بعض الوزراء بدوا يتذمرون أنهم يريدون أن يعملوا شيئا لأهالي المفقودين أو أهالي الأسرى عندهم، فبيقول أنه نحن نريد فقط المختطفين، لكن بأي شروط؟ شروط المقاومة كانت وما زالت تقول أن وقف العدوان هو الأساس وهو انسحاب كامل من قوات الاحتلال من قطاع غزة. غير ذلك هذا يعني أن الاحتلال سيداوم على القتل وسيدخل إلى رفح ولا يؤثر عليه إن قتل مئات الآلاف من الفلسطينيين، وأنا نعرف حاليا هو أكثر من 33 ألف شهيد وعشرات الآلاف المفقودين وعشرات الآلاف الجرحى، وبنفس الوقت تدمير كامل لمعظم قطاع غزة بنسبة عالية جدا. بعد هذا كله يعني فقط المطلوب هو انسحاب كامل لقوات الاحتلال من غزة ووقف العدوان، غير ذلك هم فقط يريدون وقتا من أجل إرجاع المقاومين. نعم، الباحث أنور غيث، إذا بخصوص المفاوضات أيضا استكمالا لما تفضل به أستاذ عبد الله قبل قليل، بعد توسيع حكومة الحرف الكيان المحتل صلاحيات الوفد المفاوض في القاهرة، حماس إذا ترسل وفدا للتفاوض في القاهرة، هل يمكن إحراز تقدم في هذه المفاوضات برأيك بعد الشروط التي وضعها الاحتلال؟ ويرى الاحتلال في هذه الشروط يعني مرونة، أحداث مرونة في المفاوضات بحسب تعبيره؟ نعم، بطبيعة الحال الاحتلال يصرح أن هناك تقدم ملحوظ وهناك مرونة، لكن هذا أمر غير دقيق، يمكن أن نلامسه بأكثر من مكان. هناك شروط أساسية يضعها كلا الطرفين في المفاوضات لكي تتم هناك المباحثات، والمرونة من هذا الأساس يكون موجود أو لا يكون موجود. بطبيعة الحال يعني إسرائيل تدعي التقدم في ملف المفاوضات، ولكنها تستمر بوضع هذه العراقيل أمام التوصل إلى اتفاق. هي تشير لعودة النازحين ولكن ليس إلى منازلهم، تريدهم العودة إلى المخيمات، وأيضا عبروا أن العودة لن تكون آمنة، وأيضا يعني يعتبرون موضوع الانسحاب ليس واضح لديهم أيضا. أما بالجانب الآخر فإن المقاومة تركز على ما تفضل به الأستاذ قبل قليل، انسحاب كامل، وقف لإطلاق النار، وعودة النازحين إلى منازلهم وليس إلى المخيمات. بالتالي هذه الأساسيات التي لابد أن تنطلق من خلالها المفاوضات هي مفقودة، وأعتقد أن الاحتلال أيضا من خلال تصريحاته أنه يعني بعد العيد سيقوم بهذه العملية، الهجوم على رفح والهجوم أيضا على جنوب لبنان. فإذا كيف يمكن أن يكون هناك عمل وتقدم في مفاوضات لوقف إطلاق نار بالوقت الذي يتم الاستعداد للهجوم على هذه المناطق أيضا؟ هذا تناقض واضح وصريح يمكن أن نقرأه. وبطبيعة الحال أيضا الولايات المتحدة الأمريكية وموقفها من هذا الأمر بدأ يضغط من منظور أو آخر لأسباب عديدة، منها الانتخابات الحالية والضغط الدولي التي يمارس عليها لوقف إطلاق النار، يمكن هي قد تكون من خلال رؤية البعض تصريحات لتخفيف هذا الضغط ليس إلا، وإنما ادعاء كيان الصهيوني أن هناك مرونة الوقت الذي هي متشبثة في هذه الشروط أعتقد أنه غير صحيح. أيضا أستاذ عبد الله، يعني حتى الإعلام المصري أكد أن هناك تقدما ملحوظا في
سير هذه المفاوضات، ولكن كيف نفسر مغادرة وفد المقاومة اليوم إلى الدوحة؟ يا سيدي، الكل يقول بده إنجاز له. نعم. إذا كانت في الدوحة أو في القاهرة، محادثات القاهرة أو الدوحة برعاية طبيعية أمريكية ومصرية وقطرية، ووفد يعني وفد المسؤول من حماس ووفد الكيان الصهيوني، نحن نقول وباستمرار بأن مهما كانت الشروط وأن يقال تنازلات من الطرف الإسرائيليين، الكيان الصهيوني لا يمكن أن يتنازل حتى الآن. هو يقول مثالا الآن في المفاوضات القاهرة، يقول فتحنا شارعي الرشيد وصلاح الدين وأبعدنا 500 متر عنهما. ما معنى 500 متر في قطاع غزة؟ بنفس الوقت عندما النازحين شمال غزة سيأتون من هذا المكان تحت حراب الإسرائيليين وبنفس بشروطهم، ممنوع الشباب بكل المسلحين ممنوع يدخلوا، كيف أي معيار المسلحين؟ وموضوع الشباب، طب وباقي الناس، موضوع بيوت الإيواء وليس إلى بيوتهم، ونفس الوقت يهددوا باجتياح وتدمير رفح على أساس أنه نهاية المقاومة. عن ماذا نتحدث بتقدم؟ 500 شاحنة؟ ما معنى 500 شاحنة والقطاع مدمر والقطاع تحت الاحتلال؟ الاحتلال يمرر هو ويوزع كما يريد، ولكن هل مطلوب فقط إدخال شاحنات الغذاء؟ فهي مطلوبة تماماً 100%، لكن بدون وجود الاحتلال يجب أن يكون هناك توريد للأغذية، وبنفس الوقت رجوع السكان قطاع شمال غزة إلى ديارهم بدون شروط طبعاً. وإحنا نقول دوماً وكما تقول المقاومة أيضاً أن وقف العدوان وانسحاب الاحتلال هو ينهي كل يكون كل الموضوع. وبنفس الوقت في هذه الأثناء تكون صفقة يعني مهمة ومناسبة للمقاومة بأن تتم الصفقة، أما بدون هذا هو تجميل للحقيقة البشعة أن الكيان الصهيوني فقط هو لا يريد إلا إرجاع مختطفيه بأي شكل من الأشكال، وكل هذه إنما تجميل للأحداث، وبنفس الوقت من أجل أن يقال أن إسرائيل الكيان الصهيوني وقدم تنازلات والمقاومة لم توافق، فلذلك وجب علينا أن نتقدم في رفح ونتقدم في القتال وفي العدوان على المقاومة وعلى قطاع غزة. من هذا المنطلق لأن الأمور كل طرف يريد أن يحرز تقدما بشروطه بنظرته، لكن واقع الحال المقاومة تريد تقدما فقط كما قلنا ونقول دوما والآن قلناها أكثر من 10 مرات أن إنهاء الاحتلال وخروج الاحتلال قوات الاحتلال من قطاع غزة بالكامل ووقف العدوان، وبعدها يمكن أن يكون هذه شروط مبدئية. نعم. طيب أستاذ أنوار، أيضا في خضم كل هذه التطورات في الداخل الصهيوني الآن، هيئة البث العبرية نشرت استطلاعا للرأي أظهر أن غالبية الإسرائيليين يرون أن نتنياهو يعني لا يدير هذه الحرب بصورة جيدة وفي نحو جيد. كيف تقرأين نتائج هذا الاستطلاع وتأثيره في مسارات الكل من الحرب وأيضا المفاوضات التي نتحدث عنها؟ بطبيعة الحال يعني هذه الصورة النمطية التي وضعها الكيان الصهيوني لنفسه على أنها قوة عظمى ولا تقهر، وبالمقارنة دائما ما كانت تصف قطاع غزة على أنه قطاع صغير ضعيف، واليوم باختلاف هذه الصورة النمطية أظهرت هذا القطاع مدى فعاليته القوية والكبيرة وأنه لم يهزم إلى الآن بطول وجود كل هذا الدعم العسكري الخارجي والداخلي، وأن هذه الحكومة التي كانت دائما تدعي أنها ستقوم بعمليات القضاء على حماس لم تستطع إلى ذلك، فإن هناك نوع من
فقد الثقة من الشارع الداخلي بطبيعة الحال، وهذه من نتائج هذه الحرب التي وصفها كتاب إسرائيليون ذاتهم على أنها انتصار للمقاومة، حتى أن الكاتب الإسرائيلي ألون مزراخقي صرح أن الحركة الفلسطينية انتصرت في هذه في ساحة هذه المعركة وعلى صعيد الرأي العالمي، لأن الرأي العالمي أيضا اختلف واختلفت مواقف الكثير من الدول الأوروبية والمنظمات الدولية بالنظر إلى فلسطين، أصبح التأكيد على يعني حل وجود اعتراف بفلسطين في المحافل الدولية والمنظمات الدولية وحق المقاومة، هذا أمر لم يكن موجود من قبل وأيضا انعكس على الداخل والخارج بطبيعة الحال. إذن الباحثة في القانون الدولي أنوار غيث، شكرا جزيلك لهذه المشاركة. كذلك أشكر عبد الله قبها من جنين، عضو اللجنة المركزية لجبهة التحرير العربية، شكرا لك.